ويلكم ايفري ون في السمستر ده، ويلكم حتى بكل اللغات الممكنه. انا هكون معاكم دكتوره ميرنا. I hold master's degree في business administration marketing major، وان شاء الله ان شاء الله السمستر ده هندرس سوا project contracts او عقود المشاريع او العقود من الاخر اللي موجوده جوه كل مشروع ممكن. هو المادة من اسمها تبان مهمة، لكن خلونا فعلا نشوف هي ليه ممكن تبقى مادة مهمة قوي في المشروع، ليه العقود هي شيء مهم و essential و critical جوه المشاريع. بيقول كده البروجكت is temporary عامة في الorganization، يعني المشاريع او المشروع جوه المنظمة بتكون حاجة وقتية. احنا درسنا ده مع بعض في ادارة المشاريع قبل كده، انه اغلب المشاريع اللي بتكون جوه المنظمات بتاعتنا بتكون مشاريع limited time، ليها وقت محدد مفروض بتتنفس فيه. To which the owners assign resources to achieve their development objectives. والowners او ملاك الشركة او ملاك المشروع او ملاك المنظمة بيبقوا محتاجين يخصصوا جزء كبير من الموارد علشان يحققوا الأهداف اللي على أساسها قايم المشروع. وإحنا حتى سوا درسنا مع بعض إنه بيبقى فيه جزء كبير قوي من المشروع أو من مدراء المشروع بيبقوا معينين أشخاص معينين علشان يحددوا الموارد بتاعتنا أو يقولوا لنا الموارد دي هنجيبها منين، هنجيبها من مقاولين من برة ولا هنصنعها في المنظمة ولا هنعمل إيه بالظبط. For anything but the smallest projects, the owner will not have resources دي in-house. بيقول انه عامة في مشاريع كتير especially في المشاريع الصغيرة ما بنقدرش نصنع مواردنا جوه الشركة نفسها، بتبقى already شركة صغيرة، عدد عمالها صغيرين، عدد مهندسينها صغيرين، عدد مدراءها صغيرين، فمش بنعرف نصنع اللي احنا محتاجينه جوه المنظمة. فبنضطر نعمل ايه؟ بنضطر نلجأ لأديشنال resources from the outside، بنضطر نلجأ لان احنا نجيب الموارد دي من برة. فبيقول thus عشان كده ال contracting is an essential part of the project management، عشان كده انه التعاقد او الطريقة اللي احنا بنمارس بيها العقود بتاعتنا او الطريقة اللي احنا بنكتب بيها العقود، الكيفية والطريقة والصيغة والأسلوب والبنود، الحاجات دي كلها من الحاجات الأساسية والمهمة في البروجكت مانجمنت. لأنه ما دام أنا هجيب ريسورسز من برة فأنا محتاج يبقى بيني وبين الشخص اللي بجيب منه الموارد ده عقد، عقد بيربطني وبيربطه وبيحد بينا اتفاق معين. It's the way the project owner brings in additional resources to create project organization. بيقول انه هي دي الطريقة اللي انا كأونر، انا كمالك للشركة او كمالك للمشروع او كليدر او كمانجر بقدر اجيب او احصل على الريسورسز جوه المنظمة بتاعتي. طيب ما ممكن مثلا نفكر ونقول مفيش مشكلة، طب احنا في عقود كتير قوي موجودة على النت، يعني ما نجيب عقد منهم ونحطه وخلاص ونخلص والموضوع بيبقى سهل. ليه الموضوع لازم يبقى أكاديمي؟ ليه لازم أدرسه؟ ليه حاجة دي مهمة قوي كده محتاج على أساسها نعمل مادة بقى وامتحانات و و و و و تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي هيقول لنا بجد ليه العقود محتاجة تكون زي مصممة وممنهجة لكل مشروع ولكل مورد أنا عايزة أجيبه. هنفترض انه الورقة دي هي العقد اللي بيخليني احصل على اللي انا عايزه. حلو، من خلال الورقة قدرت ادخل ايدي، من خلال العقد وبنود العقد قدرت احصل على ريسورس انا عايزه معين من غير تعب ولا مجهود و و و ماشي جميل. ده لو العقد بتاعنا somehow في البنود دي، بس ممكن بيبقى فيه شوية عقود بيبقى فيها ثغرات بتخلي الاشخاص تقدر تدخل على مثلا
زي ملفات معينة مش المفروض تدخل عليها، المفروض تخلي الأشخاص تدخل على أدوار مش المفروض تدخل عليها. وفي الحقيقة إنه لما بيبقى فيه ثغرات في العقود، في الحقيقة لما بيكون العقد فعلا مش ممنهج مش مدروس صح، بيحصل اختلاسات كتير، بيحصل نصب كتير، بيحصل مصايب جوه المشروع، زي بالظبط ما الراجل ده عمال بيسرق بسبب الطريقة أو بسبب الورقة اللي سمحت له يعمل كده. ده بالظبط، أو يعني خليني أقول ده من أهم الأسباب اللي بتخلينا ندرس بيها البروجكت كونتراكتس في البروجكت مانجمنت بتاعنا. إدارة المشاريع مش هتبقى ماشية بشكل مظبوط ولا هتبقى بتحقق الأهداف المرجوة ليها من غير ما ندرس الكونتراكت أو من غير ما ندرس العقود، لأنه العقد هو الدستور اللي بيني وبين أي حد تاني، بيني كمنظمة وبين أي شخص تاني بتعامل معي، بيني كبزنس أونر وبين أي حد تاني أنا بتعامل معي. هي دي الطريقة اللي احنا بيها بنتفق مع بعض واللي احنا بيها بنضمن حقوق بعض. أوكي؟ طيب التارجتد انفايرمنت، انا وانا بدرس البروجكت كونتراكتس بستهدف انه يبقى عندي بيئه معينه، البيئه دي هي اللي بتخليني احقق اهداف المشروع بتاعي. ايه بقى البيئه المستهدفه دي؟ بيقول كده انه the owner زي ما كنا شايفين want all the resources to be motivated to achieve the objectives. البيئه اللي انا محتاجها كبزنس اونر كمالك للمشروع او كمالك للبزنس انه يبقى عندي resources او يبقى عندي الموارد اللي بتحقق لي الأهداف بتاعتي أو اللي بتحقق لي goals بتاع المشروع بتاعي. In order to do this عشان أعمل ده the owners should create contracting environment which encourages إيه بقى cooperative organization aligns to contractors objectives with others يعني أو with theirs. يعني إيه؟ يعني علشان أنا كمدير مشروع أحصل على الموارد اللي بتحقق لي الobjectives بتاعتي، فأنا محتاج يكون عندي بيئة تعاقدية، بيئة بيحكمها عقد بيني وبينك. البيئة دي بتشجع ايه؟ بتشجع انه الorganization بتاعتي تكون ماشية في السياق اللي بيتوافق او بيتلائم مع الاهداف بتاعتي اللي انا حاططها. يبقى العقد يبقى بيمشي مع اللي انا عايز احققه من الموارد اللي هاخدها. They should not create conflict organization. انا علشان احقق بشكل مبسط خالص، انا علشان احقق اهداف مشروعي انا لازم ما يكونش عندي صراع، او على الاقل مش خليني نكون واقعيين عشان حتى ده اللي احنا درسناه، مش لازم ما يكونش عندي صراع، لكن لازم اكون بحل الصراع بشكل صح، او على الاقل مش انا اللي اخلق صراع او مش انا اللي اسمح بوجود صراع. In which the contractors have completely different set of objectives. يعني الصراعات دي عادة بتظهر لو أنا شخص بيعمل عقد معاك كمورد رقم واحد ومع حسن مورد رقم اتنين ومع أحمد مورد رقم تلاتة، فالعقود أنت كمورد رقم واحد وحسن وأحمد كل حد فيكم عنده أهداف مختلفة عايز يوصل لها من خلال العقد اللي بتعملوه معايا. الأهداف المختلفة دي والزي البيئة المتشابكة دي ممكن يخلق فيها صراع أو يتخلق فيها صراع. وللأسف للأسف الشديد بيقول كده أنه البروجكت أونرز أو ملاك المشاريع يعني لما بيجوا يعملوا العقد مع الكونتراكترز مش بيحطوا في اعتبارهم خالص 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 غير مصلحتهم هم الشخصية، غير مصلحتي أنا الشخصية، لكن مش بحط في اعتباري مصلحة المورد ورقم واحد ومورد حسن ومورد أحمد. وللأسف للأسف لما أنا مش بحط في اعتباري مصالح الموردين التانيين بشكل كبير قوي مش بنعرف كلنا نوصل لأهدافنا. لو أنت مصلحتك مش متحققة جوه العقد فأنت مش هتعرف تمدني بالريسورس اللي أنا محتاجها بالكواليتي اللي أنا محتاجها في الوقت اللي أنا محتاجه، فبيبقى بنوصل لحاجة اسمها lose lose outcome. يعني انا خسران وانت خسران في الاخر، لا انت اهدافك اتحققت ولا انا عرفت اخد منك الريسورسز اللي اتحقق لي اهدافي. فده معناه انه التارجتد انفايرمنت بتاعي لازم يكون فيها بيئة تعاقدية. البيئة التعاقدية دي انا مش بفكر في مصلحتي بس كبزنس اونر، لكن كمان بفكر في مصلحة او بنحاول نوصل لارض مشتركة ما بيننا وما بين الكونتراكترز الباقيين.
ده الكتاب بتاعنا اللي احنا هندرسه اسمه Contracting for Project Management. ده بيتكلم عن كل ما له علاقة بالcontracts والتعاقد بشكل عام جوه إدارة المشاريع. الكتاب بيطبق أمثلته على المشاريع اللي فيها بناء وهندسة وكده, بس ينفع تطبق على أمثلة تانية كتير. لكن الكتاب ده بيتكلم بشكل عام وفي شيء من التفصيل عن الcontracting أو عن العقود جوه إدارة المشاريع. الكتاب ده أو this book aims to بيستهدف أو بيهدف إلى أو بيبقى عايز يوصل لإيه. بيقول كده إنه the book aims to provide introduction to project contract management for project managers. يعني بيدينا في الأول خالص introduction, مقدمة عن إيه هي أصلاً عقود المشاريع أو إدارة عقود المشاريع بالنسبة لمدراء المشاريع. يعني ما أعتقدش إنه حد فينا ممكن نبقى تعرضنا لحاجات كتير قوي جوه أشغالنا, بس مش كلنا اتعرضنا للعقود اللي بتحكم مشروعي بمورد معين, أو العقود اللي بيني وبين منظمة تانية عشان تديني موارد معينة, أو العقود اللي ما بيني وما بين أصلا طرف تالت خالص علشان عايز منه خدمة حكومية معينة. مش كلنا بنعرف نطلع على الجزء ده في أشغالنا يعني. فده اللي احنا هندرسه في الأول. هو هيدينا زي لمحة عامة introduction عن عقود المشاريع بشكل عام. بيقول كده انه the first four chapters describe forms of contract. اول اربع chapters او اول اربع فصول بيوصفوا لنا الاشكال العقود اللي احنا ممكن نتعرض, اشكال العقود العامة اللي احنا ممكن نتعرض لها في مشاريعنا. The remaining five chapters are each on a separate topic. الخمس او احنا الكتاب بتاعنا فيه تسعة chapters, في chapters هناخد فيها اكتر من محاضرة, لكن هما بشكل عام تسعة chapters. اول اربعة بيتكلموا عن انواع المشاريع بتاعتنا, الخمسة الباقيين بيتكلموا عن مواضيع تانية مختلفة. المواضيع دي ممكن تبقى overview على contract law, قوانين التعاقد اصلا عاملة ازاي, بنتكلم عن الشراكة, يعني ايه اعمل شراكة ما بيني وما بين شركة تانية او ما بيني وما بين منظمة تانية, ايه القوانين اللي بتحكم الشراكة دي, بنتكلم عن contracts الحساسة او الكريتيكال او الكونتراكتس بتبقى مفصله قوي ومحدده قوي مع هيئات معينه, الحاجات اللي مش دارجه, زي ما هنتكلم كمان عن الكونتراكتس الدارجه او الشائعه. كمان الكتاب ده بيستهدف او الشابترز اللي بعدها بتوصف ازاي الاونر بيشتروا او بيحصلوا على الماتيريالز بتاعتهم او على الموارد بتاعتهم. وبعدها بيتكلم عن الريتن فروم او الشابتر يعني فروم برسبكتيفز اوف الكونتراكترز, زي ما احنا بنتكلم بشكل اكاديمي عن ادارة عقود المشاريع, كمان هنتكلم عن وجهة نظر الموردين والمتعاقدين ناحية العقود, هم عايزين من العقد ايه, علشان زي ما كنا بنقول في التارجتد انفايرمنت عايزين نوصل كلنا لارض مشتركة والبيئة مشتركة. Describing how they should bid for work, وكمان هنتكلم شوية عن المدفوعات او ازاي انا بحدد قيم التكاليف والمدفوعات جوه العقد. وفاينالي اخر حاجه بنتكلم عن الكليمز بقى والديسبيوتس. احنا يعني غالبا كل ما هنيجي نتكلم عن العقد او العقود هتيجي في دماغنا على طول كده انه في صراعات, في نزاعات, بنروح لمحاكم, بنروح للقضاء. ده جزء كبير يس من العقود فعلا, انه ناس كتير قوي مش بتعرف تلتزم بالعقد, او بيتفهم من العقد حاجات مختلفة, او العقد لما مش بيكون مكتوب صح بيحمل اكتر من معنى, فالاشخاص مش بتقوم بالدور المنصوص عليه في العقد, فبالتالي بنضطر نطالب بحقنا وبنروح للقضاء او بنروح لشكاوي او ما الى ذلك. ده بيكون بقى قسم كامل موجود جوه العقود بتاعتنا, الشكاوي, اعمل ايه في المنازعات القضائية, لو انا بيني وبينك عقد وحصل بينا خلاف او نزاع نروح فين او نعمل ايه, ده هنعرفه. لكم بقى كل تشابتر بيتكلم عن ايه. التشابتر الاولاني تشابتر 1 بيتكلم عن rules و responsibilities in project contract management, بيتكلم عن الادوار والمسؤوليات جوه ادارة عقود المشاريع.
الشابتر ده ايمز بيهدف لايه؟ To define roles، بيهدف انه احنا بنحدد او بنعرف الادوار اللي موجودة او الادوار اللي لازم كل الاطراف يتحملوها جوه المشروع، especially في المشاريع الادارية. وبعدين بيوصف او it describes how difficult how different types of contract attempt to define these rules. كمان بيوصف او بيشرح العقود اللي بتساند او بتعزز او بتساعد ان كل شخص يقوم بدوره، لو انا مدير وبعمل عقد مع مدير اخر غير لو انا مورد بعمل عقد مع مصلحة حكومية، غير لو فعلى حسب دوري العقد بيختلف. And it deals with the relationship that arises between the clients and their contractors will subcontractors كمان. وكمان بيوصف العلاقات اللي بتتخلق ما بيني أنا وما بين الموردين وما بين حاجة اسمها الموردين من الباطن، ودي حاجة برضو هنتكلم عنها في الشابتر ده. كمان الشابتر ده بيتكلم عن some other modern now common approaches، بيتكلم عن زي منهجيات أو أساليب جديدة تتوافق مع البيئة السريعة والتكنولوجيا الفظيعة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. فهنتكلم عن شوية منهجيات بنكتب على أساسها أو بناء عليها الكونتراكت زي المنهجيات دي جديدة بس متبعة جدا دلوقتي. وكمان هنتكلم عن شوية منهجيات تقليدية أو قديمة، فالشابتر ده هيكون بيغطي عامة المنهجيات اللي ليها علاقة كلها بالستيبس اوف لايف سايكل، اللايف سايكل بتاع الكونتراكت، يعني دورة حياة العقد هنتكلم فيها كلها بالنظر أو بالاعتماد على المنهجيات دي. وده بيدي للكونتراكتور او بيدي لل او بيوفر للشخص اللي بيتعاقد او للمتعاقدين يعني ان هم يكون عندهم مسؤولية إدارية عالية، يعرفوا يأدوا أدوارهم بشكل عالي. بيقول finally، هي الكاتب يعني، considered some of the emergent roads now being used describes the terms and conditions for employment of the project managers. هو بيوصف او بيوضح الشروط والاحكام اللي بتساعدني امضي عقود تعيين مع مدراء للمشاريع، كمان امضي عقود مع الكونتراكتورز التانيين، بيديني ايه الشروط والاحكام العامة اللي بتسري على كل العقود. الشابتر الثاني او شابتر 2 بيتكلم عن contracts and payment structures، أو فيما معناه العقود وهياكل السداد، سداد المدفوعات يعني. يعني هنا بقى أكتر بنتكلم عن التسعير اللي بيبقى موجود جوه كل عقد. الشابتر ده بيتكلم عن الطرق المختلفة اللي أنا بيها أقدر أحدد أسعاري، الـ pricing contracts أو عقود التسعير، وده بيتضمن الـ fixed price والـ cost plus والـ measurement contracts. ده بيتضمن عقود الأسعار الثابتة، العقود التكلفة، أو العقود اللي كمان ليها علاقة بإعادة القياس أو إعادة زي اسمها إيه بالعربي، إعادة زي قياس المدفوعات يعني، أو إعادة تقييم المدفوعات زي ما بيقولوا بالعربي. وإت كونسيدرز برضو هاو ذا كونتراكت برايس إز سيت، بيقول لنا بيوضح لنا ازاي بنحط السعر، على اي اساس بنحط السعر، على اي اساس بنقيس التقدم بتاع المشروع او المشروع وصل لحد فين من تقدم بناء على الاسعار اللي احنا حاطينها. It starts with، الشابتر ده بيبدأ بoverview of the contract forms as described by Nigel. Nigel ده الكاتب بتاعنا. هو بيدينا overview عن أنواع العقود دي تحديدا، عقود التسعير تحديدا، وكمان بيتكلم عن إزاي أنا أقدر أختار العقد المناسب للمشروع بتاعي أو للشركة بتاعتي. Chapter 3 عندنا بيتكلم عن for cited project contract management أو إدارة عقود المشاريع بعيدة المدى شوية، لما بيبقى في عندنا عقد طويل شوية. العقد الطويل ده مش بس عقد طويل كزمن، لكن ممكن يبقى عقد طويل كأدوار موجودة فيها أو بنود موجودة فيها أو أهداف أنا عايز أحققها من وراء العقد ده بتبقى كتيرة، أو بعيدة المدى أو الأهداف دي هتأثر عليا بعدين.
ففي الشابتر ده بيتكلم عن المنهجية اللي أنا بتبعها عشان أختار شكل العقد، لأنه بيعتمد على فرضية كده. الفرضية دي اسمها إنه إحنا وإنت، إحنا الاتنين بيننا عقد، أنا محتاج أحفزك وأخلي في العقد بنود وشروط معينة تخليك تقوم بالدور اللي أنت المفروض تقوم بيه جوه العقد. فعلشان أفهم أصلاً المنتاليتي دي أو أفهم العقلية دي، الشابتر ده هيساعدنا في ده. فبيقول كده إنه الكونتراكت needs to be set up in a way that properly motivates the contractor. العقد لازم يكون مصمم بشكل معين يحفز المتعاقدين إن هم يقوموا بأدوارهم بجد. فit needs to be foresighted and flexible enough to deal with the unforeseen الظروف اللي حواليه. يعني العقد محتاج ان هو يبقى مرن كفاية، محتاج يكون بعيد النظر كفاية، يعني يكون بيبص لقدام شوية كفاية علشان يقدر يتعامل مع الظروف اللي ممكن تظهر لنا فجأة. فالعقد ما ينفعش يبقى متزمت قوي، او ما ينفعش يبقى زي محدد بشكل قاطع، لانه احنا في بيئة اورادي متغيرة، في بيئة سريعة. فساعات العقود لما بتكون بأشكالها التقليدية مش بينفع العقد، لو ينفع النهاردة ممكن ما ينفعش بكرة. فلازم العقد يتضمن بنود ويبقى الشكل العام بتاعه يساعدني حتى في البيئة المتغيرة دي، لازم يكون flexible and foresighted. بيقول كده it then describes two ways or two forms of the transaction cost literature. هو بيوصف كمان مخططين أكاديميين لكن بيستخدموا في الحياة العملية. يعني المخططين دول بقدر بيهم زي بيساعدوني أقيس قدرة العقد ده اللي قدامي ده على إنه يحقق أهدافي ومتطلباتي. فالشابتر ده مينلي بيساعدني أنه أغير عقليتي ناحية العقود، فبيخليني أبني عقد يبقى بعيد المدى، يبقى لو في لو عقد طويل، لو عقد بنوده كتير، لو عقد أدواره كتير، فأنا محتاج أخلق العقد ده بشكل يحفزني ويحفز المتعاقدين التانيين ان احنا نقوم بأدوارنا. وكمان بيساعدني لو أنا قدامي عقد أقيمه على أساس هل هو هيحقق أهدافي بجد ولا لأ؟ هل هو flexible enough ولا لأ؟ هل هو متبع منهجيات حديثة بينفع إحنا نستخدمها ونعيش بيها في مشاريعنا في الوقت الحالي ولا لأ؟ عشان كده في الشابتر الرابع بيكلمنا عن standard forms of contracts أو زي النماذج القياسية، النماذج اللي موجودة اللي ممكن أي حد يجي يعرض علي عقد منها كده وأنا أقيم أشوف العقد ده تمام ولا مش تمام وما إلى ذلك. فبيقول كده أنه بيوصف النماذج القياسية، النماذج اللي موجودة في العقود دلوقتي. وبيقول كده انه ممكن لاي طرف من اطراف العقد ان هو يعمل زي وثيقة او يعمل زي وثيقة مكملة للعقد على حسب الطلب في بداية كل مشروع، مع انه ده ممكن ما يبقاش فعال قوي زي ما مكتوب، ولكن العقود القياسية اللي احنا هندرسها بتساعدني لو انا عندي مشروع تقليدي روتيني تساعدني احقق يعني اهدافي من خلال العقود اللي هتبقى موجودة في الشابتر الرابع ده. الشابتر الخامس بقى معانا هنتكلم اكتر عن الكونتراكت لو او عن القوانين المدرجة في الحكومات اللي بتحكم العقود. العقد مش بس احنا بنحط بنودنا كده مع بعض وخلاص بحسب مزاجنا يعني، لكن بيبقى عندنا قوانين لازم نتبعها في الدولة بتاعتنا. طبعا الكتاب بيتكلم عن الانجليش لو او عن القانون الانجليزي، وعايز اقول لكم ان القانون الانجليزي مش مختلف كتير عن العربي. احنا كمان هنتكلم عن القانون العربي، لكن هنتكلم عن القانونين بشكل مفصل شوية، لأنه احنا حتى في مشاريعنا دلوقتي بنحتاج نعمل زي عقود ما بيننا وما بين أشخاص من ثقافات تانية، ما بيننا وما بين ناس من بلاد تانية، فلازم العقد يخضع للقوانين سواء العربية أو الإنجليزية. Where it describes the term of the contract called conditions and warranty. هو كمان بيوصف لنا الشروط والضمان، وده جزء كبير وجزء مهم قوي لانه ده اللي بيحفظ حقك جوه الكونتراكت. فالشابتر ده بيوصف لنا ده، بيوصف لنا الضمانات اللي المفروض احنا بنوفرها لبعض جوه العقد، بيوصف لنا المخاطر اللي احنا لازم نعمل حسابها في العقد، بيوصف لنا ازاي نحط
التسليم مثلا زمن تسليم الموارد او زمن تسليم الادوار او المخرجات اللي احنا المفروض بنعمل العادة على اساسها اصلا، بيوصف لنا لو حصل اي دامج معين هنقدر نتعامل معاه ازاي، لو انت سلمت لي مورد مثلا معين او ماتيريال معينة والماتيريال المعينة دي بوظت لي حاجة جوه المشروع بتاعي هتعامل مع ده ازاي جوه العقد. ده كله لازم يبقى موجود جوه العقد، وده بيكون موجود تحت بند اسمه conditions and warranty. الشابتر السادس بيتكلم عن البارتنرنج والبينش ماركتنج، او بيتكلم عن الشراكات بشكل عام. بيقول انه احنا في المشاريع عامه، طبعا هنا بيدي اكزامبلز عن مشاريع البناء، لكن احنا بشكل عام مشاريعنا بقت محتاجه اشخاص تانية، محتاجه ناس تانية تساعدنا، فبنحتاج نعمل شراكات. والكلمه دي بقت دارجه قوي علينا في الوقت الحالي، خصوصا مع ازدياد عدد الشركات بشكل عام في كل المجالات يعني. فالشابتر ده بيتكلم عن الشراكات بقى، عقود الشراكة، عقود مختلفة تماما عن العقود اللي احنا بنعملها مع مورد معين. فا it defines، ده الشابتر ده بيشرح يعني ايه شراكة، ايه هي عناصر الشراكات اللي احنا بنعملها، وايه العوائق اللي ممكن تقابلنا واحنا بنعمل شراكة، وازاي نحقق successful achievement او زي انجاز ناجح من خلال عقود الشراكات دي. الشابتر السابع بيتكلم عن المشتريات عامة. العقود لو جينا نفكر فيها كده، عقد معناه ان انا عايز اشتري حاجة، سواء عايز اشتري منك خدمة او عايز اشتري منك ماتيريال او عايز اشتري منك مصلحة. فهنتكلم هنا بشكل عام عن المشتريات. هنا موجود المشتريات في 2 chapters كده، هنتكلم فيهم اكتر عن الكلاينت او العميل والمورد، العميل والشركة، المشتريات بشكل عام، ايه هي عناصر او الكاركترستكس او المواصفات بتاع مشروع اللي فيه بيحتاج مشتريات كتير، ايه الدور بتاع او تبع مدير المشتريات اللي جوه المشروع. كمان بيتكلم عن العقود بقى اللي هتكون، اكيد العقود اللي هتكون موجودة بيني وما بين المقاول او المقاول من الباطن، وده اللي احنا كنا اتكلمنا قلنا ان احنا هنتكلم عليه في الاول. شابتر 8 بيتكلم عن البيدنج او التسعير او المزايدة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو عايز اشتري حاجة معينة، اشتري ماتيريال معينة، اشتري خدمة معينة، غالبا بيبقى حواليا مقاولين او موردين كتير، كل مورد بيعرض علي حاجة مختلف، كل مورد بيعرض علي سعر مختلف، بيعرض علي عرض مختلف. فانا في الشابتر ده هنكون بنتكلم اكتر عن ادارة المشاريع او ادارة العقود اللي جوه المشاريع من خلال نظر الكلاينت، من خلال نظر المورد نفسه. المورد بيعرض علي ده عشان ايه؟ انا على اساس معرفتي بالاهداف بتاعت المورد، مش لازم ابقى عارفه شخصيا، بس على اساس معرفتي بالاهداف بتاعت المورد انا هقدر اقيم المورد ده هينفعني في الشركة دي او في المشروع ده ولا لأ. في الفصل الثامن بنحقق شوية التوازن ما بين إدارة العقود بشكل عام وما بين العروض اللي بتتقدم لي في الشركة علشان أعمل على أساسها عقد مع الشخص ده ولا لا. بنحقق موازنة كده، مش بناخد بس وجهة النظر بتاعي أنا كبزنس أونر أو كشركة، لكن كمان بناخد وجهة نظر المورد أو الطرف الآخر. يعني بيقول كده انه بيبقى عندنا 3 مراحل، ودي المراحل اللي احنا هندرسها جوه الشابتر ده. بيقول before receiving invitation to the tender، قبل ما نستلم الدعوة او قبل ما نستلم الانفيتيشن، دعوة العطاء او دعوة العرض، قبل ما نستلم العرض يعني تبع الكلاينت من الاخر، وبعدين والشخص بيحضر للعرض او الشخص بيقدم العرض بتاعه، والكونتراكت نيجوشيشن، ودي من اهم البارتس بتاعتنا، او ازاي نتفاوض ونتناقش حوالين العقد الموضوع او اللي محطوط. شابتر 9 بنتكلم في شابتر 9، وده اخر شابتر معانا. زي ما كنت بقول لكم احنا في شابترز هناخدها على اكتر من محاضره. شابتر 9 بنتكلم فيه عن الكليمز والديسبيوتس او المنازعات والشكاوي اللي بتكون موجوده عندنا جوه كل العقود وجوه كل المشاريع، لازم بيحصل ده. فاحنا بنتكلم اكتر عن او بوصف اكتر الخطر اللي ممكن يحيط بينا لو انا وانت في العقد ما تطرقناش للجزء ده.
وكمان بنتكلم عن انه قد ايه من الضروري ان احنا نتعامل مع الاخطار دي, ان احنا نتعامل مع الكليمز او الشكاوي, ان احنا نتعامل مع النزاعات دي بشكل قانوني, بشكل فيه كمان روح القانون, وكمان بشكل يضمن لينا ولينا احنا الاثنين حقوقنا مع بعض. يقول انه في الورست كيس سيناريوز او في اسوأ الظروف, لما ما بيحصلش زي اتفاق حوالين الكليمز والديسبيوتس, لما مش بيحصل نحن نوصل لارض مشتركة ما بيننا, اكيد بنضطر نلجأ لطرف ثالث يصلح ما بيننا اللي حصل ده. واحنا في التشابتر ده بنديسكرايب او بنوصف كل ما له علاقة بالشكاوي والنزاعات. طيب دول الشابترز اللي احنا هندرسهم سوا, دي الحاجات اللي احنا هندرسها سوا. بتقالي احنا متعودين على بعض خلاص, وانا اضمن لكم ان احنا هنشرح كل فسفوسة, كل حاجة صغيرة يعني جوه الكتاب, هنشرح كل حاجة, هندي كل الامثلة الممكنة. بس على الناحية التانية, بما انه المادة دي شوية مادة تقيلة ومليانة معلومات ولكنها سهلة, على الناحية التانية كمان I expect things from you, أنا بتوقع منكم شوية حاجات علشان ناخد أقصى استفادة ممكنة من المادة دي, ونعرف نطبقها في مشاريعنا, وكمان نعرف نعدي في الإكزامز والأسايمنتس الموجودة في المادة دي. فI expect from you إنه بمجرد ما المحاضرة تنزل هنقعد ونشوف المحاضرة زي ما احنا متعودين. محاضراتنا بتبقى متقسمة ل 2 or 3 sections, خد section, خد ما بين كل section break علشان تقدر تواصل او تفهم المادة بشكل عام. وطبعا I prefer, ده احسن بكتير ان احنا ناخد sections دي او نحنا ناخد المحاضرة وزي نشوف المحاضرة ونستوعبها قبل اللايف سيشن بتاعنا. I expect from you كمان to study, احنا محتاجين نذاكر, المادة مليانة مصطلحات, المادة مليانة افكار, المادة مليانة منهجيات, بجد محتاجين نذاكرها. اكيد اكيد الشرح هيساعدنا, لكن المكمل للشرح, المكمل لان احنا نسمع الشرح, هو ان احنا نذاكر. لا تذاكر البي دي اف والباوربوينت بس ولا تشوف المحاضرة بس, الاثنين لازم يكونوا مع بعض. احنا مطالبين ان احنا بس نذاكر المحاضرات البي دي اف والباوربوينت اللي انا بحطها على الموديل, مش مطالبين باي حاجة تانية منها, مطالبين بالشرح طبعا والمحاضرات, قصدي انه مش مطالبين في حاجات معينة ممكن الغيها من الكتاب, فاحنا مطالبين بس بالمحاضرات اللي بتتحط على الموديل. I expect from you انكم تجيبوا الكافي بتاعتكم او الشاي او ايا كان, ونجيب نوت بوك عشان نقدر نكتب ملاحظاتنا, تبقوا كاتبين فيها اسئلتكم, ونحضر سوا الزوم ميتنج. الزوم ميتنج احنا متعودين بيكون مليان انتراكشن, بيكون مليان كيس ستاديز, بيكون مليان فيديوز, بيكون مليان بنتدرب فيه كمان على شكل الامتحان وشكل الاسئله اللي بتكون موجوده في الامتحان. واحنا عاشرنا سوا قد ايه دي حاجه مهمه وبتفيد جوه الامتحان. واخيرا I expect from you انه نلتزم بمواعيد اللي بنطلب منكم فيها تحلوا الاسايمنتس, نلتزم بالمواعيد اللي بنطلب تحلوا فيها الكويز, نلتزم بالمواعيد اللي تحلوا فيها الامتحان, نلتزم نعمل كل اللي علينا, و I guarantee ان شاء الله انه نعدي من المادة دي باقصى استفادة وبأعلى الدرجات ان شاء الله. اخر حاجة I expect from you انه كنت تبعتولي على الايميل ده mirna@esu.ac.ae لو عندكم اي حاجة محتاجين تسألوا فيها, لو عندكم اي حاجة urgent تحديدا محتاجين انه نتواصل على اساسها, هكون موجودة معاكم على الايميل ده ان شاء الله. Thank you so much, و I'm looking forward فعلا to see all of you في السمستر ده ان شاء الله. Good luck.